نروح على السريع على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه روزان نصر اللي جاهزه تماما عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات. يا صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا مريم، صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل ما أبدأ كلامي خليني بس أقول يعني الزميلة العزيزة مريم سميح منورة الدنيا طبعا، ومنورة استوديو 10 الصبح في الأهلي، ويعني دايما مكسرة الدنيا. شكرا روزان. داخل بقى مقر النادي الأهلي من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره طبعا، متواجده معاكم علشان ابدا يعني بكل الاخبار المتعلقه سواء بكره القدم او الالعاب الاخرى. خليني طبعا ابدا كلامي باخبار الفريق الاول طبعا بعد وصول بعثه الاهلي للعاصمه النمساويه امس لبدء معسكر الاعداد استعدادا طبعا للموسم الجديد. يعني بيدخل الفريق الاول معسكر مغلق في النمسا خلال الفتره من 28 اغسطس الى 6 سبتمبر المقبل، وحرص طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكرة على زيارة معسكر الفريق يعني منذ عدة أيام للإطمئنان على كافة الترتيبات وتفقد طبعا مقر الإقامة وملاعب التدريب، ويعني إطمئن كمان على وسائل الانتقال لتوفير الأجواء اللازمة سواء يعني للجهاز الفني أو كل اللاعبين. كمان بقى النادي الاهلي بيخوض مران خفيف النمسا في احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح طبعا خلالها البرنامج التدريبي وحرص كمان على اعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنيه، خاض كمان اللاعبين تدريبات بدنيه قويه جدا الى جانب فقره خاصه بالكره على مجموعات مختلفه، كمان خضع حراس المرمى لتدريبات خاصه جدا تحت اشراف ميشيل يانك. نروح سريعا لكرة اليد رجال. أعلن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد أحمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. أوضح كمان أن عادل يعني وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وأن استمراره طبعا بيمثل إضافة كبيرة جدا للفريق من أجل طبعا أكيد المنافسة على كل البطولات خلال الموسم الجديد. كمان كابتن خالد يعني وضح أن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية للفريق، وكان يعني مؤثر جدا خلال الموسم الماضي في تحقيق كل البطولات، خاصة ان كمان يعني فريق اليد رجال حاليا بينافس على كل يعني الألقاب سواء على الصعيد المحلي او القاري او كمان كأس العالم للأندية. اخيرا كمان كابتن خالد العوضي اكد انتهاء اجراءات التعاقد مع اللاعب نبيل شريف للانضمام لصفوف الفريق الاول لكره اليد رجال بدايه طبعا كمان من الموسم الجديد. اللاعب وقع لمده 4 مواسم كمان قادمه، وقام طبعا الجهاز الاداري بانهاء كافه الاجراءات للتعاقد وقيده في قائمه الفريق. اكد كمان كابتن خالد ان اللاعب لاعب نبيل شريف لاعب مميز جدا وهيكون اضافه قويه للفريق. يمكن كمان وضح كابتن خالد العوضي ان خطه تدعيم كل يعني فرق النشاط الرياضي بالنادي بتسير بشكل مميز جدا ومختلف في ضوء توجيهات طبعا مجلس الاداره تحت يعني اكيد برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبرئاسه يعني جميع الاداره الاداريين لتوفير كمان متطلبات الاجهزه الفنيه من اجل تحقيق طبعا افضل النتائج هذا الموسم. دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر روزان على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا ليكي.